السلام عليكم. دلوقتي هنشوف الفاونديشن للايزوليت وللوول والسلاب. الايزوليت ممكن احطها اوتوماتيك في اي مكان فري، ممكن احطها هنا هنا ما فيش اي مشكله خالص، تمام. ممكن احطها مع الجريد، يعني اقول له ايزوليت واقول له اد جريد واروح معلم على الجريد، هيبدا يحط لي في الاماكن ديت. هنا لو مرابين من بعض، لو انا قلت له بقى اعمل لي مثلا هنا هيبدا يحطهم كلهم. هنا رفض لان المكان قريب فعمل دول وساب دول، اقول له فينيش يتعامل هم. طيب ممكن اقول له انا عايزهم عند العمود، فهقول له اعمل لي اعمده الاول اد جريد، العمود دوت هيبقى من فين، العمود دوت هيبقى لتحت 2500 2 متر ونص، تمام، من الدور اللي انا موجود فيه. طيب هقول له اد جريد وابدا اعلم على الحاجات اللي انا عايزها واقول له فينش، تمام. طيب لما تيجي تشوفها كده في 3 دي اهي الاعمده اهي. طيب عايز ابدا احط بقى القواعد، فهقول له استراكشر واقول له ايزوليت اد كولوم وابدا اعلم على الكولوم، تمام. وممكن تختار يعني من هنا تقدر تقول له اي نوع من الفاونديشن انت عايزه، اد كولوم، تمام. هقول له فينش، ما ظهروش ليه؟ لان هو حطهم تحت اسفل العمود، يعني شاف العمود فين وراح حاططهم تحت العمود، تمام. ده هنا العمود سالب 2500 من الدور الاول. طيب هاجي هنا واقول له انا عايز بقى اشوف الازرق بتاع الوول. طيب خلينا نرسم استراكشر وول اهوت، واقول له خليها من السنترال من هنا لهنا بالشكل دوت. طيب الحوائط دي الارتفاع بتاعها قد ايه اهوت، ده من الليفل دوت سالب 2500 لحد الليفل اللي انا موجود فيه، تمام. هقول له اوكي، تعال نشوف في 3 دي اهيت. طيب لو انت عايز تحط مثلا قواعد عن الحوائط ديت تقدر تعملها في 2 دي وفي 3 دي، يعني تقدر تقول له وول ايزوليت وتبدا تعمل الفاونديشن بتاعك اهوت، او في 3 دي بس مش هيظهر معاك في الدور بتاعك. يعني ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل استراكشر للوول وتبدا تعمل وول بس مش هيظهر معاك هنا، ليه؟ عشان فيو رينج، تقدر تعدل الفيو رينج، بس لما تيجي برضو هنا هتلاقي ظهر معاك اهو. طيب لو انا عايز اعمل زي فلور واعمل القاعده بتاعتها، فهاجي هنا من اركتكشر واقول له انا عايز اعمل فلور. طيب ده سمكه قد ايه؟ ده 300، هقول له اعمله لي مثلا من هنا لهنا، اوكي. طيب عايز احط القاعده بتاعته، يبقى هاجي هنا من استراكشر واقول له سلاب واقول له ده سالب 300، واقول له انا عايز اوفست مثلا 700، يعني زود لي 700 ملي، واحدد المكان اللي انا عايزه فهيزود عليه، فاقول له اوكي واجي اشوف ال 3 دي يظهر معايا بالشكل دوت. ده الارضيه بتاعتي وده الفاونديشن سلاب بتاعي. طيب تعالى بقى ندخل كده في الاستراكشر، هلاقي السلاب دي تحتها حاجه اسمها فلور سلاب ايدج، يعني هيجي على الفلور من بره ويبدا يعمل لي ايدج ليها كده. طيب تعالى نشوف في 3 دي هتبقى اوضح، واقول له سلاب واقول له سلاب ايدج في بروفايل معين شكل معين بيبدا ياخده ويلف معاه على الحاجه اللي احنا عايزينها. طيب خلينا نيجي هنا مثلا، شايف الحته دي كده، هبدا ادوس عليها يبدا يعملها لي بالشكل دوت، وابدا ادوس على الخط دوت. خلي بالك لو دوست على الخط من تحت يبقى برده لازم تدوس على الخط من تحت، يعني اساس ايه يطلع معاك متناسق ويكملوا بعض بالشكل دوت. طيب خلينا بقى ناخد سيكشن في الشغل بتاعنا اهوت، هيطلع معاك بالشكل دوت. طيب خلي السيكشن دوت اهو، تقدر تكبره وتصوره زي ما انت عايز اهوت اهو، دي الايدج بتاعتنا اهي.